السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا أشرف خلق الله أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المشاهدون وأيتها الأخوات المشاهدات، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم في برنامجكم أحلامنا الجميلة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمل أحلامنا وأن يحقق آمالنا وأن يقبل أعمالنا وأن يصلح أحوالنا وأن يحسن ختامنا. ونسأل الله عز وجل أن يغفر ذنوبنا ويفرج كروبنا ويستر عيوبنا ويطهر قلوبنا ويبارك فينا وفي أحبابنا. ونسأل الله تعالى أن يشفي مرضانا ويرحم موتانا ويوسع أرزاقنا ويتولانا ويعفو عنا ويغفر لنا، وأن يحفظ مصرنا، ينجي مصرنا، يرزق مصرنا، يغني مصرنا وسائر بلاد المسلمين. يسعدنا ويشرفنا استقبال اتصالات حضراتكم لتفسير أحلامكم بما يمن الله سبحانه وتعالى به علينا من علم. نسأل الله عز وجل أن يفتح لنا فتوح العارفين وأن ينور أبصارنا وبصائرنا. وما كان من صواب فمن الله الحنان المنان، وما كان من خطأ فمن نفسي ومن الشيطان. أعوذ بالله تعالى من شر الإنس والجان، آمين يا رب العالمين. الأستاذ الدكتور أيمن، مصري يعمل بإيطاليا، يقول: رأيت أنني أقرأ قول الله تعالى: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. هذه الرؤية تنهى عن التكبر وعن الإعجاب بالنفس، لأن الكبر مصيبة كبيرة، ولأن الكبرياء من صفات الله سبحانه وتعالى، والعظمة من صفات الله عز وجل، والإنسان ضعيف، من أضعف ما يكون هذا الإنسان. ولذلك مطرف ابن عبد الله رضي الله عنه رأى المهلب يمشي في حلية، يلبس ثوبا جميلة حسنة، يمشي بخيلاء وبفخر ومعجب بنفسه، فقال له: ما هذه المشية التي يبغضها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ شوف، فقال: أو ما تعرفني؟ أنت مش عارف أنا مين؟ قال: أعرفك، أولك نطفة مضرة، وآخرك جيفة قذرة، وحشوك فيما بين ذلك بول وعذرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا يا أستاذة. أنا معايا حلمان صغيرين. الأستاذة مين؟ إيمان. إيمان؟ آه. اتفضلي وعلي صوت حضرتك شوية يا أستاذة إيمان. ماشي حاضر. أنا حلمت إن في واحدة صاحبتي اسمها صفاء جات عندي، فرحت بتقول لي اسقيني مية، فرحت جبت لها بريق قزاز، فبتقول لي ما عندكيش كوباية، قلت لها أشرب وخلاص. فلقيت تلات عيال بيبكوا، ولدين وبنت، فبتقول لي مين دول؟ فرحت قلت لها دول في واحد خطبني معاه تلات عيال، بس انا مش عارفه ازاي اربيهم. بس كده اهوت رحت بيبكوا، رحت اخدتهم في حضني، فطلعوا التلات عيال فوق على السطح عندي فعقدوا حجاليهم يعني. فقلت لهم ازاي انتوا تعملوا تقضوا حاجتكم فوق كده على السطح؟ راح زعلوا، قلت لهم خلاص انزلوا، وما رضيتش ازعلهم. ده اول حلم. وبعد كده طب اسالك سؤال يا استاذه ايمان. نعم. الله ينعم عليكي. حضرتك أعزك الله، الأولاد دول تعرفيهم؟ لا، ولا حتى أبوهم، حتى في أنا بوريها التليفون لصاحبتي صورته ما عجبتنيش، يعني شكله مش عاجبني. أبوهم؟ آه، بس أنا ما أعرفهمش أصلا. العيال دول كانوا كبار؟ لا، أطفال، طفلين وبنت. آه، صغيرين. صغيرين خالص. آه. أنت كنت متضايقة وأنت شايفاهم بيعملوا كده؟ كان في ضيق عندك وزعل؟ لا بالعكس، أنا حنيت عليهم يعني. آه تمام كده، ما شاء الله يا استاذه، اتفضلي كملي. تاني حلم، حلمت ان انا في واحده جميله يعني ما اعرفهاش، بنتي يعني حلوه، فركبنا في شابين كانوا بيتكلموا، فروحت اخدتهم ونزلت، كانت امها بتطبخ ما اعرفهاش برضه، فبقول لها السلام عليكم، راحت امها قالت لي عليكم السلام، قلت لها ان شاء الله اجيب لك هديه. فنزلنا انا وهي، فبصيت في نفسي جيت خاتم لابساه، الخاتم صورته حلوه من فوق، ومن تحت فيه برضه نفس فص من فوق وفص من تحت، فخفت يقع مني فانا حطيته في الشنطه. بس ادي تاني حلم. طيب هقول لحضرتك،
انت مخطوبه ولا حاجه يا ايمان؟ لا انا ارمله، عندي 42 سنه. 42 سنه، معاكي اولاد؟ لا. طيب هو الشكل كده يعني حضرتك بتقدم لك حد للزواج؟ لا. طيب هو رؤيتان جميلتان بسم الله ما شاء الله، يعني الماء وجعلنا من الماء كل شيء حي بالنسبه للرؤيه الاولى، عزك الله. وانت رايتي في المنام انك تفعلين خيرا، يعني رايتي انك تعطفين على ثلاثه اطفال صغار، فمن راى انه يفعل خيرا فان الله سبحانه وتعالى سوف يجازيه خيرا، فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره. فهناك خير سوف يقدم على حضرتك. بالنسبه للرؤيه الثانيه ام محمد، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هرجعك تاني. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا بيك يا استاذه ام محمد. اهلا بيك يا فندم. ايوه اهلا بحضرتك، اتفضلي يا استاذه. الرؤيه بتاعتي انا شفت نفسي بقطع بقره. بتعمل ايه؟ بقطع بقره. بتقطعيها؟ بقطعها بالسكينه. كانها حاجه صغيره كده قد قطعه لانشون يعني، وبقطعها شرائح لانشون زي كده يعني. من ابتداء من راسها كده لغايه ما وصلت لنصها، وبعدين سبتها يعني، هي نزلت في الارض كده فسبتها وقلت اعمل حاجه تانية، فرحت خدت دهن وحطيته فوق عشان اعمل بيه شوربه يعني. نعم. في حله، وفي شوال تاني كان فيه زي بسله كده وحطيت فوق الدهن عشان يعمل شوربه. نعم. وبعدين سبتهم. المهم لما صحيت لقيت الايه اللي يعني اللي انا يعني حاسه نفسي بتلوها او في بالي يعني، كذلك سخرناها لكم. ما شاء الله. طب وانت حضرتك بتقطعي البقره دي كنت حاسه بخوف ولا رعب ولا عادي طبيعي خالص؟ لا عادي. طبيعي خالص. عادي، انا قطعت تقريبا زي نصها كده وقلت اروح اعمل حاجه تاني واجي اكمل يعني. الله اكبر، ابشري بالرزق والخير ان شاء الله تعالى. باذن الله في خير سوف يقدم لحضرتك باذن الله. يعني معناها ايه البقره ومعناها ايه الدهن؟ ان شاء الله تيسير امور لحضرتك وفي مال وفي رزق وعام سعيد عليك باذن الله وعلى احبابك. تمام. والدليل على ذلك والذي اكد ذلك الايه الكريمه، وكذلك سخرناها لكم. تمام كده؟ ان الله سبحانه وتعالى سخر لك هذا الشيء، فربنا سوف يسخر لك الخير باذن الله بمشيئه الله. تمام. انت شايفه انك انت طبيعي ومش زعلانه ومش متضايقه، ولانشون يعني لانشون اعد للطعام، اعد للاكل كانها لانشون، وانت مش زعلانه ومش متضايقه، وربنا سبحانه وتعالى يعني قال سخرناها لكم. فالتسخير ما شاء الله تيسير امور ورزق وسعه في المال وشيء جميل. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الاستاذه ايمان اللي هي شافت فتاه جميله اعزكم الله، وبعدين سلمت عليها دنيا سعيده باذن الله، فتاه جميله وغير معروفه، دنيا سعيده وطيبه، والخاتم اللي فيه الفص ده فوق وتحت، إن شاء الله تعالى إن صدقت رؤيا قد يتقدم الله يتقدم لك شخص وتتزوجينه بإذن الله بمشيئة الله، ويرزقك الله سبحانه وتعالى منه بالأولاد بإذن الله بمشيئة الله. على العموم رؤيا طيبة، رؤيا مباركة، فتاة جميلة، دنيا سعيدة، والخاتم جميل وخير من تأويلات زوج أو ولد أو أخ، تأويلاته كلها خير، الخاتم أو الخاتم بسم الله ما شاء الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأستاذ الدكتور أيمن، فطبعا رؤيا الآية ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. كذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. كلمة جملة صعبة جدا على القلب، من كان في قلبه مثقال ذرة لا يدخل الجنة. فنعم. مدام أمل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدام أمل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بيك. أهلا بيك يا أستاذة، تفضلي يا فندم. أهلا بحضرتك. تفضلي يا أستاذة. لو سمحت بعد إذنك هقول لك حلم. تفضلي يا فندم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا شفت أنا ووالدتي متوفية عليها رحمة الله. الله يرحمها. شفت ان انا وهي واقفين في جامع، بس مش قلب الجامع، في
حته ساحه كده جنب الجامع وبنصلي فيها. نعم. وفي ناس بتصلي معانا برضه يعني انا ووالدتي بنصلي وناس معانا يعني. نعم. فصلينا وخلصنا وتقريبا العصر هيأذن اول المغرب. فواحد يعني بيقول لنا طب انتوا واقفين بتصلوا قدام الجامع ليه؟ خشوا بقى صلوا جوه العصر هيأذن اهو. خشوا صلوا جوه احسن. نعم. فاخدتها قلت لها طب نخش بقى جوه نصلي جوه احسن. نعم. بس في حلم تاني. طيب. انا متوفية يعني كده بس قلقانة عليها يعني. هقول لحضرتك يا فندم. هو إن شاء الله تعالى ربنا سبحانه وتعالى سوف يغير أحوالكم. الصلاة في المنام هداية وصلاح أحوال وتيسير أمور وخير وبركة. وطبعا الصلاة في داخل المسجد أفضل من الصلاة بالخارج. فأنتما أنت ووالدة حضرتك المتوفاة صليتما بالخارج وقيل لك بعد ذلك صلي بالداخل كما قال هذا الرجل. فإن شاء الله في تغيير أمور إن شاء الله، في فرج وفي خير وفي بركة بإذن الله وصلاح أحوال. أبشر يا أستاذة، تفضل يا فندم. الرؤية الثانية. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن رجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، هذا من الكبر؟ عايز يطمن، عايز يعرف ده كبر يعني لما الواحد يبقى عايز ملابسه تبقى طيبة وكويس وجميل كده. فالحبيب صلى الله عليه وسلم قال إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق يعني التعالي على الحق. مدام مديحة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعود الاتصال يا أستاذة مديحة. فالحبيب عليه الصلاة والسلام قال الكبر بطر الحق. بطر الحق يعني عدم الانصياع إلى الحق، التعالي على الحق، عدم قبول النصيحة. إنسان يتكبر أن يتبع الحق، يتكبر أن يستمع النصيحة. وغمط الناس يعني احتقار الناس، السخرية من الناس، ازدراء الناس. اللهم نجينا وسلمنا يا رب العالمين. فالكبر ده مشكلة صعبة جدا، والإنسان المتكبر لا يفتح الله سبحانه وتعالى أبدا بالهداية ولا بالعلم ولا بصلاح الأحوال أبدا. ولذلك موسى عليه السلام كان مع رجل، فالرجل ذكر 9 من أجداده على سبيل الفخر، يفتخر 9 من أجداده. فأوحى الله تعالى إلى نبيه موسى عليه السلام أن يبلغ هذا الرجل بأن أجداده 9 في النار وهو 10، وهو معهم في النار. اللهم سلمنا ونجنا يا رب العالمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأستاذ رجب، رأيت أنني أتقيأ دما. شوف، من رأى أنه يتقيأ دما في المنام أعزكم الله، هذا يدل على الصحة، شوف، ويدل على الرزق، ويدل على العافية. وكذلك من تأويلاته إن كان متزوجا أن زوجته سوف تلد له ولدا، من التأويلات، والله طبعا أعلى وأعلم. من رأى، شوف، ومن رأى أنه يتقيأ خمرا فإنه يأكل مالا حراما. اللهم سلمنا. الأستاذة أم محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أم محمد. ايوه، اهلا بيك يا فندم. اهلا بحضرتك يا فضيله الشيخ. لو سمحت انا كان عندي روايتين ممكن اقولهم لحضرتك؟ خيرا ان شاء الله. يا واحد. رب اللهم امين يا رب. والله اول حلم انا حلمته زي ما يكون والدتي وخالتي قاعدين في مكان وستي امي. نعم. فبيقولوا لي تعالي سلمي على سيدنا ابراهيم. والدتك على قيد الحياه؟ ايوه عايشه، وخالتي وستي موجوده كلهم عايشين. الله اكبر، ربنا يبارك في اعمارهم. تمام يا رب. فبيقولوا لي تعالي سلمي على سيدنا ابراهيم. نعم. انا ما شفتش وشه، هو كان لابس ابيض ووشه نور كده. نعم. فلما دخلت اسلم عليه قام وقف لي، هو كان قاعد. نعم. فجيت عشان ابص على ايده كده فلقيت في ايده مصحف. فبصت المصحف والمصحف ده من كتر النور اللي كان فيه ما كانش باين، يعني هو مصحف اللي انا بصت بس منور. منور، تمام. المهم ان انا سلمت عليه وطلعت فعلا من الاوضه وكده. فخالتي ادتني يا ولد يا بنت، انا مش فاكره ولد ولا بنت، فبتقولي روحي جيبي لها حفاضات وكده. فمشي معايا ابن خال امي اسمه جمال رضوان. كبير ولا صغير في السن؟ لا ده راجل ومتزوج ما شاء الله، ابن خال امي. تمام. فروحنا اشترينا لها واديت له فلوس، اديت له 100 جنيه. وبعد كده مشيت في مكان وكان كله خضار وفي مجات حمراء كده. فانا بدور على سعيد اخويا بقول انا هشتري مج
لسعيد اخويا. وفجأة لقيتني كأني رب قطر، وبعد كده كأن نزلنا في صينة كده وتراب ماشيين انا واحدة صاحبتي اسمها نورة سلامة. نعم. فوصلنا عند المحطة كده، فبيقولوا لي والدك كان عمال يسأل عليكي واستناكي كتير وخاف لحسن القطر يدوسه. والدك بيسأل عليكي وايه تاني؟ واستناكي كتير وخاف للقطر يدوسه. فانا بقول لهم طب فين جمال اللي كان معايا؟ قالوا لي استناكي عند المزلقان. وصحيت من النوم على كده. انت بقى كنت هتجيبي ايه لمحمد رضوان خال والدتك؟ احنا كنا هنشتري حفاضات للبنت او للولد اللي معاه. تمام حضرتك. وكنت عايزه اشتري مطبخ من ارض كلها اخضار كده لاخويا سعيد، وكان معايا في الحلم برضه. تمام يا فندم، هقول لحضرتك. هقول انا هشتري له كده، فالصراحه الرؤيه دي كلها ملخبطاني كده ومخوفاني. هقول لحضرتك، حضرتك معاكي متزوجه معاكي اولاد؟ ايوه معايا محمد ومريم. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر الله اكبر. طيب حلو، يعني ما شاء الله الرؤيه، مصحف منور، مصحف فيه نور، حاجه جميله جدا. المصحف ملوش حل، حتى لو ما كانش منور، حتى لو شفت نفسك في المنام ماسكه مصحف، فده في حد ذاته ان ربنا هيديكي حاجه عظيمه انت منتظراها من الله سبحانه وتعالى. طب وسيدنا ابراهيم؟ انا اول مره احلم بحد من الرسل. سيدنا ابراهيم معناه ان ربنا ان شاء الله تعالى سوف يجازيك خيرا على صبرك وعلى تحملك وعلى قوه عزيمتك. اللهم امين يا رب باذن الله بمشيئه الله. وبعدين اللي انت شفتيه محمد ورضوان رضا من الله وحمد وشكر. باذن الله بمشيئه الله. وانت بتهتمي باولادك كتير قوي والله يا فندم الشيخ قوي. بسم الله ما شاء الله. وبعدين سعيد ربنا هيسعدك باذن الله بمشيئه الله. القطر ده يا فضيله الشيخ، هم بيقولوا القطر يعني الحياه، يعني ايه ان انا اركب وانزل واركب وكده؟ هي الحياه متقلبه بحضرتك، يعني مره زي ما بيقولوا عزك الله مره فوق ومره تحت، يعني مره في صعود ومره هبوط. مره الحمد في الحمد لله والله يا فضيله الشيخ، مش بقول الا الحمد لله. كموج البحر يعني الحياه، يعني ايه مش ثابته مع حضرتك، غير مستقره على حال يعني. ايوه تمام. بس هو لو سمحت يعني مش معنى مثلا نركب القطر ونزول ان ده الواحد هيموت خلاص؟ لا 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 لا، مش معناها موت، ده تغير، الحياه بتتغير بحضرتك، مره صحه مره مرض مره في وسع مره في ضيق، والحياه ماشيه الحمد لله. طالما اني بطلع وانزل فان شاء الله الحياه ماشيه باذن الله بمشيئه الله. هي رؤيه طيبه يا استاذه، وتعبر عن حال حضرتك وعن واقع حضرتك، ولكن ابشري اجمل ما في هذه الرؤيه رؤية المصحف الذي يشع نورا، ورؤية سيدنا إبراهيم عليه السلام، فأبشري بأن هناك أملا سوف يحققه الله سبحانه وتعالى لك عن قريب، وأنت من الصابرات، والله سبحانه وتعالى سوف يجازيك خيرا على صبرك. الأستاذة أم محمد. ألو. ألو السلام عليكم. أهلا بحضرتك يا فندم. بقول لحضرتك أنا واحدة جارتي حلمت لي خيرا. حلمت لي اللي انا صدري مليان لبن ياما، وكل ما بينزل منه يعمل كوبايات لبن، يعمل زبادي، كل ما كده صدري ينزل لبن يعمل زبادي، كل ما كده تملى بتقولي صدرك مليان قوي. دي واحده جارتي اللي حلمتولي. نعم يا فندم. صدرك يعمل مليان لبن، وكل ما ينزل منه يتعمل زبادي كميات ياما قوي. وفي لو سمحت حلمي تاني لو سمحت. طب هسال حضرتك سؤال. ماشي. حضرتك بتعاني من تعب ولا حاجه؟ لا الحمد لله مفيش اي حاجه. مفيش اي تعب ولا ضيق ولا اي حاجه خالص؟ لا الحمد لله. طيب الحمد لله رب العالمين خير، يعني عزاك الله الزبادي مش وحش، احنا بناكلها. فان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى سوف ينعم عليك ويكرمك. اللبن في المنام علم وعقل وهدايه ومال ورزق، وبيعمل زبادي، الزبادي بتتاكل وجميله، وفي ناس ما بتحبش اللبن بتاكل الزبادي وما بتاكلش اللبن عزكم الله. فمعنى ذلك ان الله تعالى سوف يوسع عليك في الرزق، وسوف يقوي عقلك، وسوف يعلمك ويصلح حالك، ويبارك فيك وفي اولادك ان شاء الله تعالى. يا استاذه ام محمد رؤيه طيبه. شيخ لو سمحت مفيش أبشري. اي حاجه وحشه يعني يا شيخ؟ لا والله مفيش حاجه وحشه ان شاء الله. ما انا سالت حضرتك مفيش اي حاجه وحشه والله باذن الله، مفيش اي حاجه وحشه خالص. تمام يا استاذه. جميل، لبن وبيعمل زبادي رزق، اللبن في المنام رؤيته طيبه، علم وعقل وهدايه ومال وصلاح حال، وحاجه بسم الله ما شاء الله الله اكبر. يعني بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعدين انت مش شايفة في المنام انك انت تعبانة ولا مخضوضة ولا خايفة ولا حزينة ولا وربنا مش بيجيب حاجة وحشة يا جماعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبركاته. اهلا بيك يا استاذة. اهلا بيك يا فندم. تفضلي. اتفضل. شكرا. بعد اذنك هقول لك الاستاذة مين؟ ايه؟ الاستاذة مين معايا؟ مدام امال. لسه مكلمة حضرتك حالا وخدت قطع. مدام امال اهلا بيك يا فندم. اتفضلي. اهلا بحضرتك. اتفضلي يا فندم.
لو سمحت في بسم الله الرحمن الرحيم. جارتي شافت لي حلم وقالت لي عليه. قالت لي ان هي شافتني راكبه عربيه وفيها شيخ راكب ماشي وعمال بقى بيسالني في القران وكده، فسمعت له سوره الاعلى، قعدت اقول له سوره الاعلى كلها، بعدين قعدت اقول له بتقول لي ايه، بتقول لي قعدت تقرا القران بطلاقه، كل القران بطلاقه بطلاقه كده ما شاء الله. بعدين انا بقول له يا شيخ والله لولا العربيه ديت احنا ما كناش هنعرف نعيش، ما كناش هنعرف نعيش. اه انت في الواقع عندك سياره يا استاذه؟ في الواقع احنا كان عندنا عربيه بتشتغل يعني وكده. طيب ما شاء الله. فبقول له يا شيخ والله لولا العربيه دي ما كناش هنعرف نعيش وكده. ما شاء الله. قعد يسمعني القران وقعدت اسمعه له بطلاقه كبيره، وسمعت سوره الاعلى. انا في الواقع بحب سوره الاعلى. الله اكبر لا اله الا الله. الله اكبر ولله الحمد. رؤيه جميله ما شاء الله. الحمد لله. وشوفي نازله على القلب بحنان ازاي؟ انت حضرتك بتقوليها براحه بسكينه واطمئنان، وعزاك الله احنا برضو بنسمعها بسكينه واطمئنان، فدي رؤيه طيبه ومبشره. ربنا سوف يعليكي باذن الله تعالى، وسوف يبارك لك في هذه السياره التي هي مصدر عيش لحضرتك ولاحبابك. والاعلى سبح اسم ربك الاعلى. الله اكبر. ربنا سوف يعليك وسوف يكرمك وسوف يعزك ويبارك لك في رزقك باذن الله تعالى. سمع القران والشيخ في الرؤيا خير وبركه وهدايه وصلاح احواله. الله اكبر ولله الحمد. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاحنا زي ما بنقول دايما يا جماعه ان الرؤيا من الله حتى لو كان فيها انذار او تحذير ما بيكونش فيها رعب، لان ربنا مش هيرعب عبده. نعم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اعود الاتصال يا استاذه. ربنا سبحانه وتعالى لا يرعب عبده ولا يخيف عبده ابدا، حتى لو بينذره ينذره بهدوء واطمئنان، لو يحذره من شيء يحذره باطمئنان وبراحه. لكن اعزكم الله الحلم الشيطاني فيه فزع ورعب وخوف، لان الشيطان عايز يرعبنا وعايز يفزعنا عشان الواحد يتعكنن عليه وهو نايم، ولما يصحى من النوم يفضل 3-4 ايام. ده في ناس بتشوف حلم بتقعد بالسنه الحلم ده في دماغه عامل وسواس، شاف نفسه بيموت ولا اعزكم الله حاجه بتخبطه ولا يقعد بالسنه حزين ومتضايق، وممكن يجي له مرض نفسي ووسواس قهري بخوف من الموت. ده شيطان. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك حضرتك الاستاذه ام احمد؟ اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك يا فندم. تفضلي يا استاذه. في حلم بس ممكن اقوله لحضرتك؟ تفضلي يا فندم. الله يخليك. بص حضرتك انا لسه يعني حلمت ان انا خير ان شاء الله. كنت قاعده بخير ان شاء الله. كنت قاعده زي ما كنت بعمل محشي او بعمل اكل، وفي لحمه مسلوقه كتير جدا قدامي. فجه اخو زوجي، هو ده متوفي، اخو زوجي ده متوفي عليه رحمه الله. عليه رحمه الله. فجاي ياخد منها لحمه، بياخد قطعه من اللحمه دي، فقلت له لا انتظر ايه لغايه ما كل الناس تاكل مع بعضها. نعم. فمشي يعني قطمه كده من حته وحطها ومشي. نعم. بعد كده لقيت انا نفسي كاني قاعده في مسجد مع ناس كده انا ماليش علاقه بيهم، تقريبا زي البواب بتاع العماره بتاعتنا حاجه كده، وقاعده باكل معاهم في المسجد جوافه. بعدها راح الاذان مأذن، كان كنت في مسجد، فالاذان مأذن، انا مش عارفه كانت تقريبا صلاه جمعه، اعتقد انها كانت صلاه جمعه يعني. نعم. فقمت للصلاه يعني صليت، وانا بصلي الصف اللي انا بصلي فيه زحمه جدا، وفجاه لقيت في شاب بيصلي معانا في نفس. يا ريت تعود الاتصال يا استاذه ام احمد، لكن طبعا احنا هنفسر اللي وصل لنا احتراما لاتصال حضرتك. طبعا الافضل تبقى رؤيه كامله الافضل، لكن احنا نفسر ما وصل لنا باذن الله تعالى، والرؤيه تكون خيرا ان شاء الله تعالى. اللحم الطيب في المنام جميل، اللحم المسلوق او المطهو المشوي او مسلوق رزق بسم الله ما شاء الله، مال وفرح وسرور ومناسبات سعيده. وبعدين اخ زوج حضرتك المتوفى عايز ياخد قطعه من اللحم، فتقول له اصبر شويه، خد قطمه كويس خير ان شاء الله، يعني خد قطمة من هذا اللحم المسلوق خير. وبعدين المسجد كما قلنا بركة وخير وصلاح وهداية وتحقيق أمال وقضاء حوائج. وبعدين أعزك الله هرجع لك تاني يا أم أحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام يا فضيلة الشيخ، أنا أم محمد، أقول لحضرتك الرؤية الثانية. اتفضلي يا أستاذ أم محمد، أهلا بيك يا فندم.
اهلا بحضرتك. اتفضلي يا استاذ. لو سمحت يا فضيله الشيخ، هي انا حلمت بواحده جارتنا هي متوفيه اسمها فوزيه عليها رحمه الله، امين يا رب. هو انا دايما بدعي لها وعملت لها عمره وكنت بحبها قوي، فدايما بحلم ان هي بتديني حاجات، بس الحلم بتاع النهارده حلمت ان احنا قاعدين وهي قاعده معانا وبناكل. نعم. فهي ادتني كحك، الكحك بتاع العيد ده. نعم. اديتني واحده وكلتها وبقولها الله طعمها حلو، فقالت لواحده تانية ادي لها تاني، فاديتني واحده تانية وكلتها واديتني تاني واحده ثالثه. ما شاء الله. فهي عطاياها دي ليا ايه؟ جميل، بسم الله والحمد لله. هي فضيله الشيخ، بقول لحضرتك رؤيه جميله، بسم الله ما شاء الله. تمام. طيب يا فضيله الشيخ، والمعديه بالله عليك، دايما بحلم ان انا في بحر وفي عليه معديه، فانا دايما طول الوقت ببقى خايفه اعدي المعديه دي، بس بتكون والدتي معايا وبيحطوا لي سلم كده انا بعدي، ما بيحصليش حاجه الحمد نعم. لله. نعم. بس انا دايما بخاف قوي ان انا اقع في البحر. بس الحمد لله ربنا يعني بيديني القوه وبعدي، ووالدتي بتعدي قبلي يعني، ما يعني بس انا اللي ببقى خايفه، فانا مش عارفه حته المعديه دي. ولو سمحت حضرتك يعني بس حاجه البقر والجاموس ده لما احلم ان هو عايز ينطحني، بس انا ربنا بيحفظني منه وبستخبى في مكان، فده معناه ايه؟ هقول لك يا ام محمد. حاضر. بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. العطاء من المتوفى كله طيب ان شاء الله تعالى، جميل جدا. هي مبسوطه، هي عارفه انك انت بتدعي لها وعارفه انك انت عملت لها عمره، فسعيده ومبسوطه، والله سبحانه وتعالى يرفع درجاتها، لان القبر روضه من رياض الجنه. وبعدين الاخذ من المتوفى جميل، وبتدي لك كحك، حاجه حلوه، حاجه مسكره، بسم الله ما شاء الله، وانت فرحانه ومبسوطه، وبتديكي تاني وتاني في اخبار ساره، في مناسبات سعيده باذن الله تعالى. وبعدين اعزك الله، انت خايفة تعدي البحر، انت عندك اصلا احس من هذه الرؤية والتي بعدها ان حضرتك من النوع الذي يخاف الاقدام على الامور. نعم. هرجع لك تاني يا محمد. الاستاذة مديحة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استاذة مديحة، اعود الاتصال يا استاذة مديحة. انت من النوع اللي بيخاف من الاقدام على الامور، في واحد كده عايز يعمل حاجة وخايف، حاجة كويسة وحاجة خير بس برضو خايف، عايز يشتغل وخايف انه ما ياخدش على الناس اللي في الشغل دول، او الشغل ده يكون متعب، او مع ان الواحد دايما يسيبها لله، طالما هيعمل الصح يتوكل على الله سبحانه وتعالى. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فما تخافيش، طول ما انت هتعمل الصح ما تخافيش، وربنا هينجيكي. الاستاذه ساره، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. استاذه ساره، السلام عليكم. اهلا بيك يا استاذه ساره. سمحت حلمت، بس علي صوت حضرتك يا استاذه ساره، مش سامعك خالص. ماشي. انا حلمت ان انا واختي قاعدين في اوضه، في اوضه نوم كده، فانا شايله علبه جاتو وكناسه وكده يعني تحت السرير، فلقيت فانا اديت اختي حته، وانا خدت حته كبيره يعني وشيت وغطيت الباقي. بعد كده لقيت حصان زي لعبه بيطير، رحت انا خفت، رحت قعدت على السرير. بعد كده خدت اختي ومشينا في شارع كده، رحت قلت لها الشارع ده طويل خالص، ازاي احنا خايفين؟ لقينا كلب بينبح، رحت اخدنا بعضينا انا واختي، مشينا بسرعه لقينا الشارع. بقيت لقيت اختي اختفت، وبعد كده انا مشيت لقيت ارض لا ليها اول ولا اخر، الناس بتكب ميه والزرع بيشربها، فرحت انا غمضت عينيا من الخوف وقلت يا رب زي ما خلقت الارض دي حقيق لكل ما تمناه. بعد كده هوت رحنا مشينا الشارع تاني وحدي، لقيت جمال، اربع جمال واقفين، وبعد كده بقول للناس ايه، انا خايفه من الجمال دي، فكنت بسال على واحد اسمه احمد دياب، ما اعرفش مين احمد دياب ده. بعد كده راح واحد راجل قال طب اقعد، لقيت جمل تاني ده قال لي طب اقعد كده على الارض، يعني الراجل وقف وانا قعدت، قعدت الجمال ما تعدي، عدت الجمال ورحنا انا عديت. دي اول حلم. تاني حلم ان انا حلمت، ثواني 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 يا استاذه ساره، اقول لك ده بس بسرعه عزاك الله. هو حته الجاتو انت خدت حته والكلام ده كله كويس عزاك الله، وبعدين في غرفه النوم راحه، الواحد اللي بيدخل عزاك الله غرفه النوم عشان ينام ويرتاح، وبعدين عزاك الله كلب ربنا نجاك منه، فهناك نجاه من عدو ايا كان هذا العدو، سواء كان انسيا ام جنيا. ارض واسعه وبتشرب ميه، وتقول يا رب زي ما اديت الارض دي خليت الارض دي تشرب ميه، كرمني ودي اللي انا عايزاه، ربنا سبحانه وتعالى سوف يعطيك ما تتمنين، في حاجه انت عايزاها من ربنا، ربنا هيديها لك باذن الله بمشيئه الله. هو فعلا انا في حاجه انا بتمناها ان شاء الله ربنا هيديها لك باذن الله يا استاذه ساره، باذن الله.
ابشري كده يا شيخ، بس طمنيني ان شاء الله. لو ربنا اداك الحاجه دي اتصلي بينا وطمنينا. تمام والله ادعي لك يا شيخ، بس ادعي لي ان انا تعبت في حياتي كتير. ربنا معاكي ومع الجميع يا رب. وبعدين الجمال عدت والحمد لله، انت عديتي بعديها في نجاه، ربنا هينجيكي من اشياء تاني. حلم من اعداء من اي شيء. انا حلمت ان في حد بيقول لي ده بيت بكر ابو بكر الصديق رضي الله عنه، فجيته قديم وشكله جميل. بصيت كده على جنب لقيت نسوان كتير، راح اقول لهم مين دول، راح اقول له دول نسوان الرسول عليه الصلاه والسلام. عليه الصلاه والسلام. بس وبعد كده انا ماشي، راح واحد قال لي الرسول اداك رغيف، ببص الرغيف في ايدي لقيته اديته لحد، بس مش عارفه اديته لمين. بعد كده انا مشيت لقيت طابون اخدت منها رغفين وما رضيتش وما اعطيتهمش الثمن، رحت قلت ازاي انا اخد رغفين وما ادفعش ثمنهم. بس وشكرا يا شيخ. يعني دفعت ثمنهم بعد كده ولا ما دفعتيش؟ طيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رؤيتان جميلتان يا أستاذة، هو فعلا يظهر من رؤيتين أن حضرتك تحتاجين شيئا من الله سبحانه وتعالى، وأبشري بأن الله سبحانه وتعالى سوف يقضي لك هذا الشيء الذي تحتاجينه، سوف يحقق لك أملك بإذن الله. نسأل الله تعالى أن يكون هذا التحقيق قريبا. وبعدين رؤية أبو بكر الصديق والرسول عليه الصلاة والسلام ونساء الرسول، أنت عايز إيه تاني؟ هذه رؤية يظهر منها أنك من الصالحات، لأنه لا يرى الصحابة ولا يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يرى نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الصالحون أو الصالحات، فأبشري. وبعدين رغيف وديت لحد، أنت عملت خير، فأبشري بأن هناك خيرا سوف يقدم لحضرتك. وبعدين أنت خدت رغيفين وقلت إزاي مش بتوعي وكذا، ربنا سوف يكرمك كرما ليس بعده كرم، لأنك لا تحبين الحرام، لا تحبين الحرام، فأبشري بأن هناك خيرا كثيرا إن شاء الله تعالى سوف يأتي لحضرتك. آمين يا رب العالمين، والله تعالى أعلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن رأى في المنام عزكم الله أنه يتقيأ خمرا فإنه يأكل مالا حراما أو هو بخيل. الأستاذة مديحة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذة مديحة، سلام ورحمة الله وبركاته يا شيخنا. أهلا أنا بيك. حضرتك لسه مكلمات من شوية، بقول لحضرتك يا شيخ بنتي حلمت لي اللي أنا وهي رحنا عيادة زي عيادة أسنان أنا وهي، والدكتور كأنه بيعمل لها كسنة، بس الدكتور اللي شايفه ده كان شكله مخيف وحش قوي. نعم. فبتقول لي يا ماما خدنا بعضنا ومشينا، وقبل ما رجعنا تاني لقينا العيادة دي كأنها مقفولة كده، هو مكان مخيف أو الدكتور مخيف، مكتوب لا إله إلا الله، وقابلت زي شيخ قال لها قولي المنطق معمول لها عمل. نعم. فما عرفتش، ويا ريت يا شيخ لو سمحت انا اللي كنت قايله لك دلوقتي على الحلم بتاع الزبادي برضو، يا ريتك تكملي اقفل مع حضرتك واقول التفسير الاثنين لو سمحت. حاضر تمام. اقفل لو سمحت، اقفل. هقول لحضرتك الحلم ده الاول ولا حلم اللي عزاك الله لبن الاول؟ لا الأول؟ اللي هو لا بتاع العمل ده الاول. ده الاول اللي بنتي حلمته، انما الحلم التاني كانت واحده جارتي اللي حلمولي بتاع اللبن وصدري مليان وعماله بنزل في لبن ويتعمل زبادي، اللي كانت جارتي حلمهولي بس بعد الحلم بتاع بنتي. تمام، ابشري بالفرج والشفاء والعافيه باذن الله تعالى. والله أبشري. يا شيخ والله ابشري باذن الله. تمام. طب هسمع التفسير من حضرتك. الرقيه الشرعيه جميله، الرقيه الشرعيه، ارقي نفسك يا استاذه، الرقيه الشرعيه جميله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة، آية الكرسي، آخر آيتين في البقرة، أول 10 آيات في الصفات سورة الجن، وبعد ذلك أواخر الحشر، وقل هو الله أحد، وقل أعوذ رب الناس، وقل أعوذ رب الفلق. علاجنا بأيدينا، نعم الورد الكلام ده يا جماعة، ولا هيأثر فينا حسد ولا سحر ولا أي حاجة بإذن الله تعالى. ده الجن من أجبن ما يكون. أمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بيك يا أستاذة. أهلا بحضرتك يا شيخ. تفضلي يا فندم. لو سمحت، أنا حلمت إن والدتي بتقول لي إحنا عايزين نربي ذئبين على السطح. نربي إيه؟ ذئب. تمام تمام. فأنا قلت لها إزاي يا ماما؟ طب أنا لما أطلع أكل الفراخ، طب هم هيأذوني. نعم. فما ردتش علي، قلت لها طب تعالي نربي الأرنب أحسن، بردك ما ردتش علي. قلت لها إيه يا أمة الله؟ قلت لها ايه تاني؟ نربي ارانب. تربي ارانب انت في الواقع؟ في الواقع بتربي فراخ وارانب وكده في الحقيقه؟ احنا بنربي افراخ. تمام يا استاذ. نعم. فبعدين لقيت اختي الكبيره داخله عليا بكيس الهوسي بقى الذئبين دول ذكر وانثى. نعم. وقالت لي ده لونهم جميل ووردي. نعم. بس انا ما شفتهمش واستحيت من الرؤيه على كده. هقول لحضرتك، هو طبعا
معايا يا استاذه ولا خلاص؟ بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا سالناها في الواقع انت بتربي؟ قالت لي بربي. فطبعا اكيد في تخوف الواحد لما يكون بربي عزكم الله فراخ وارانب وكده بيبقى خايف عليها وذئب عدو. فربنا ان شاء الله هينجيكم باذن الله وهينجي الفراخ بتاعت حضرتك والارانب. في مكالمه الاستاذه ايمان. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. استاذه ايمان. وعليكم السلام فضيلة الشيخ. اهلا بيك يا فندم. اتفضلي يا استاذه. اهلا بحضرتك. حضرتك انا متقدمني واحد وصليت صلاه الاستخاره وحلمت حلمين. نعم خير ان شاء الله. والحلم الاول اللي حلمت ان انا واقفه قدام بيتهم وفي اتنين بيعكسوا فيا وكان معاهم متسكلوا كده، فانا كنت ماسكه فلوس في ايدي ومعايا شنطه ورايحه الكليه بتاعتي. نعم. ركبت توك توك ومشيت وحسيت ان انا عايزه اهرب منهم واجري جامد، بس اتنين اول مره اشوفهم. والحلم الثاني طب اسالك سؤال يا استاذه ايمان. اتفضل. فضلك الله. حضرتك يعني في قلق عندك من هذا الخطيب الذي تقدم لك؟ مقلقه منه؟ هو يعني في شويه قلق شويه. في قلق شويه. تمام. هو حضرتك بقول لك الحلم الثاني هو باين فعلا حضرتك ان في قلق، يعني ايه؟ يبقى في تدبر شويه قدام بيتهم وحد هيجري ورانا ومش عارف ايه والكلام ده كله، ففي تدبر شويه وفي صبر ونختبره كويس وكده. تمام؟ وادعي الله سبحانه وتعالى، قول يا رب ان كان خيرا لي قربه مني وان كان شرا ابعده عني. تمام؟ بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذئبين في كيس، يعني الحمد لله الاعداء مستخبيين محبوسين، فان شاء الله في نجاه لحضرتك وللفراخ ولكل حاجه باذن الله تعالى. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا يا أستاذة مديحة باين قوي انك انت خفتي وترعبتي وحد قالك معمول لك عمل وكده. في ناس يا جماعة بيبقى عندهم وسواس خايف ليكون معمول له عمل برضو، دي معلومة مش بتكلم على الأستاذة مديحة خصوصا. آخر اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاود الاتصال. طيب يا أستاذة بيبقى عنده خوف، في انسان خايف ليكون معمول له عمل، اي حاجه تحصل له انا معمول لي سحر، اي حاجه تحصل له انا محسود. فلازم نركز في الحته دي يا جماعه، مش اي حاجه، مش اي وقف حال، مش اي كرب يبقى ناتج عن حسد او سحر. تمام؟ وعلى العموم حضرتك رقيه شرعيه جميله، سوره البقره في البيت جميله. البخور اللي ريحته طيبه جميل جدا. تمام؟ فعلاجنا علاجنا بايدينا ايها الاخوه الاحباب اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الوقت خلص. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأستاذة إيمان ادعي ربنا كتير، قول يا رب إن كان خيرا قربه مني وإن كان شرا ابعده عني، وربنا سبحانه وتعالى سوف يفعل لك الخير كله. آمين يا رب العالمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مر الوقت سريعا مع حضراتكم، الحمد لله فسرنا ما أتيح لنا وكل الاتصالات، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا بما قلنا وأن يبارك فيكم وأن يبعد عنكم كل الشر وأن يقرب منكم كل الخير. آمين يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.